60 معتقلا. مراسم تشييع آخر مسرحها أيضا قرية الجيزة السورية التي تكررت فيها مأساة ابنها حمزة الخطيب الذي هزت الطريقة التي عذب وقتل بها الضمير الإنساني. المأساة هذه المرة ابن ذات القرية ثامر محمد الشرعي ابن 15 الذي تسلمته عائلته جثة مشوهة بعد شهر ونصف من اعتقاله، وكانت على جثته نفس آثار التعذيب الذي تعرض له حمزة الخطيب، اقتلاع للأسنان وكسر للعنق والذراع، وعلى جسده آثار الكي. وكان ثامر وحمزة وهما صديقان قد اعتقلا في 29 من أبريل السنة الماضي لمشاركتهما في مظاهرة تطالب بالحرية للشعب السوري. وتتوالى المآسي في سوريا لكن بأشكال مختلفة، ومنها حركة النزوح من الديار هربا من العنف واللجوء إلى تركيا الدولة الأقرب للشمال السوري. فمن البيضة وجبل الزاوية وجسر الشغور تدفق اللاجئون إلى تركيا، عبروا الحدود على الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة، ومنهم من جاء راجلا على قدميه. وفي المخيم الذي أقامته السلطات التركية بالقرب من الحدود السورية تم إيواؤهم، لكن من المتوقع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في غضون اليومين المقبلين ما لم تنتفي الظروف التي أجبرتهم على ترك ديارهم. فالشهود يتحدثون عن انتشار كثيف للجنود السوريين بدباباتهم قرب بلدة جسر الشغور تمهيدا فيما يبدو لعملية عسكرية في البلدة. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشادت بموقف السلطات التركية تجاه هؤلاء اللاجئين، حيث وفرت لهم سيارات الإسعاف على الحدود لنقل المصابين من اللاجئين إلى المستشفيات في مدينة أنطاكيا. وفوق ذلك تصريحات رئيس الوزراء التركي التي قال فيها إن أبواب بلاده مفتوحة أمام المطالبين بالديمقراطية الفارين من الاشتباكات مع قوات الأمن السورية.